كابتن اسامه، الدوافع اللي كان نازل بيها منتخبنا الاولمبي الحقيقه لم تتغير، بمعنى ان انت احرزت هدف وبعدين دخل فيك هدف وتعادلت، وبعدين احرزت الهدف الثاني وقدرت تكسب المباراه لغايه نهايه المباراه. الحقيقه طوال المباراه المنتخب الاولمبي بيؤدي بشكل رائع جدا، واحنا مش متعودين من اللاعبين المصريين، احنا كنا لعيبه مصريين تريح شويه كده، محتاجين كنا دايما بنشوفهم بيريحوا شويه. هل تفتكر ان المنتخبات الوطنيه المصريه لما بتبقى في معسكرات لبطوله مجمعه بتبقى مختلفه عن التصفيات العاديه اللي بتبقى قبل اي مباراه باسبوع ولا حاجه؟ لان من الواضح ان هناك تحفيز رائع لكل لعيبه المنتخب، ولا الجمهور زي ما الكابتن فتحي قال هو اللي كان السبب الرئيسي في شكل واداء، طبعا مع الجهاز الفني ما نغفلش مع بعض التغييرات اللي حصلت على مدار الثلاث مباريات. طبعا في البدايه هو عامل الجمهور، النهارده لو شفنا اول مباراه الافتتاح ما كانش فيه اقبال جماهيري، كانش فيه تعريف لسه بالبطوله، حتى من الناحيه الاعلاميه ما كانش فيه تسليط الضوء على المنتخب الاولمبي وعلى البطوله. مع بدايه المباريات كان الاول الاداء ما كانش جيد، الناس كانت متخوفه شويه، لكن انت عملت اهم شيء امام مباراه مالي هو المكسب. بدات الناس تتجه بقى الانظار ناحيه المنتخب الاولمبي مع مباراه غانا، كسبت امام منتخب قوي، والحاجه الثانيه كمان كنت مقنع وانت بتكسب خاصه في الشوط الثاني والتغييرات اللي عملها الكابتن شوقي غريب. النهارده ما شاء الله اقبال جماهير استاد القاهره في عدد من جماهير كبير جدا، فالنهارده الدوافع كمان عند اللعيبه كبيره. انت النهارده بتلعب على فرصتين، لا تتعادل لا تكسب، لا ده انت النهارده وبتكسب امام المنتخب الاقوى في المجموعه. النهارده خروج الكاميرون من الـ 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 الادوار اللي جايه ده مهم جدا. انت النهارده اللي هيصعد معاك غانا، شفنا احنا غانا ولعبناها اقل نسبيا من الكاميرون، فده مكسب. النهارده حضور الجمهور بيقول لك مدي للعيبه حماس كبير، مدي للعيبه دوافع كبيره جدا انك انت تقدر تحقق العلامه الكامله في ثلاث مباريات، بتكسب الثلاث مباريات بعدد سكور كويس. النهارده مصطفى محمد ما شاء الله، لازم نشيد بمصطفى محمد، خلال الثلاث مباريات بيأدي اداء رائع، اداء ثابت، من انصاف الفرص بيقدر يسجل كرات النهارده العرضيه في سواء كرات ضربات الراس او كمان الكره اللي في الهدف الاول اللي عملها له كريم العراقي، التحرك والتايمنج انه رابط مع وهو بيحط بطن رجله في الكره وده بيقطع ما وسط الناس وبيحطها لمسه واحده ببطن رجله، دي بتنم ان فعلا عندك مهاجم تقيل لعيب صندوق بيقدر يتحرك ويشتغل شغل كويس. الحاجه الثانيه زي ما احنا بنقول حضور الجمهور، الكابتن شوقي غريب برضو قدر يعدل من طرق اللعب بتاعته على مدار الثلاث مباريات. كنا بالنادي بنقول وسط الملعب عندنا مشكله، في وسط الملعب النهارده الاداء اتحسن في المباراه الثالثه بوجود رمضان بيكام، وانا قلت لك قبل المباراه رمضان بيكام بيلعب في وسط الملعب ده مكانه، نزل الجزار لما نزل الجزار ولعب ولا وعلى مدار المباراه بيلعب هو زائم طول المباراه بيلعب جنب اكرم توفيق، ده اللي اداك الاستحواذ في نص الملعب، ده اللي اداك انك تقدر يبقى عندك واحد بيقدر يزيد في نص الملعب ويقدر تعمل عمليه الاستحواذ اللي ما كانتش موجوده في الشوط الاول في مباراه غانا وفي مباراه مالي. فالنهارده وجود رمضان بيكام برضه تحسب للكابتن شوقي غريب انه قدر يعدل في اختصاصات اللاعبين داخل الملعب. الحاجه الثانيه صلاح محسن لما بيلعب ما بيلعبش نص ملعب او جناح، صلاح محسن هو مهاجم صريح زيه زي مصطفى محمد، ده المركز اللي فيه. فانت النهارده لما كنت لعبه ناحيه اليمين كنت انت بتخسر صلاح محسن. النهارده وجود عبد الرحمن مجدي اللي قام بيقوم بالدور بتاعه، لا لعيب ما شاء الله النهارده كان رائع، يعني في الوقت اللي لعب فيه طول المباراه حوالي 80 دقيقه ادى دوره على اكمل وجه، كان ليه خطوره في اوقات كتيره لما كان دايما بيروح واحد على واحد وكان دايما بيعمل الكرات العرضيه او كمان التسديدات اللي كانت موجوده. فالنهارده وجود عبد الرحمن مجدي من بدايه المباراه، وجود رمضان بيكام في وسط الملعب ادى شكل مختلف لمنتخب مصر. النهارده طبعا منتخب مصر يستحق المكسب، يستحق الفوز عن جداره، خاصه انت بتلعب كمان منتخب قوي او يعتبر من اقوى من الفرق الموجوده في المجموعه هو منتخب الكاميرون.